بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز. اجتمعت قبل قليل لجنة الدستور السورية في مدينة جنيف لبحث صيغة توافقية لدستور سوري معدل أو دستور جديد تضعه كافة الأطياف السورية دون تدخل خارجي وسط تنسيق من قبل الأمم المتحدة. ثلاث تحديات تقف أمام عمل لجنة الدستور السوري: أولها عدم وجود إرادة دولية بحل الأزمة السورية، أما التحدي الثاني وجود انقسام داخل المعارضة التي تتحدث عن وضع دستور جديد وليس تعديلات دستورية، أما الثالث هو وضع أحد أطراف المعارضة دستور جديد خلال الستة أشهر الماضية دون عرضه على جميع الأطراف. مستقبل تلك المباحثات، هل نحن أمام دستور جديد أم دستور معدل؟ ما المتوقع حال الوصول لصيغة توافق؟ كل هذا وأكثر نتناوله بالتحليل مع ضيفنا أستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. أهلا بك. دعني أبدأ معك إذا سمحت بالمؤتمر الذي تابعناه سويا منذ قليل، كيف تابعت هذا المؤتمر؟ لا شك أنها يعني انطلاقة جيدة تبشر بحدوث تغيير على الأرض، وإن كان يعني كما سبق وأن أشرت إلى أن التحديات اللي موجودة أمام هذه اللجنة التي تم اختيارها بتوافق بين الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث باترسون، حيث تم اختيار 50 تمثل الحكومة السورية والمعارضة بنفس النصاب، و المبعوث الأممي بيختار عدد من أطياف المجتمع السوري مماثل أيضا. هناك توافق أو هناك اتفاق بين كافة الأطراف على ضرورة وحدة وسلامة الأراضي السورية من خلال دستور يرعى مصالح السوريين والبلاد. هذا في المجمل، ولكن عندما ندخل إلى التفاصيل نجد أن الواقع على الأرض يؤكد عكس ما يطمح إليه الشعب السوري، وهو أن الفاعل على الأرض ليس لديه نية أو ليست لديه نوايا لحل الأزمة السورية بشكل استراتيجي أو على مراحل. الأرض تقصد من سيد حسن؟ هي القوى الدولية الموجودة على الأرض، سواء كانت روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل، أيضا كافة العناصر المتحركة على الأرض حتى منها المسلحة لا تعتزم ولا تنوي حل الأزمة أو حلحلة الأوضاع لما فيه صالح إنهاء الأزمة السورية في البلاد. فكافة الأطراف الموجودة على الأرض وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من الوضع الحالي. سنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل، ولكن إن عدنا للجنة الدستورية بحد ذاتها سيد عصام، يعني هل نحن أمام دستور جديد أم أمام دستور معدل لصالح من الكفة؟ نحن أمام وضع ملتبس. هناك طرف من الأطراف المعارضة المسلحة يحاول أن يفرض دستورا كاملا دون عرضه على كافة الأطراف منذ ستة أشهر ماضت، حتى الآن لم يتم عرض هذا أي بند من بنود هذا الدستور. ما الأسباب تعتقد؟ الوضع الملتبس على الأرض، عدم وجود ثقة بين كافة الأطراف والأطياف السورية، الوضع في سوريا غير مؤهل للتوافق أو الأخذ والرد بين الأطياف، مسألة اختيار التوقيت من جانب المبعوث الأممي وأيضا الإعلان عن اللقاء لم تمهل كافة الأطياف لعرض ما لديها أو ما في جعبتها من تصور حول الدستور الجديد. فالبعض يريد تلقيعا للدستور القديم أو نسخة منقحة من الدستور القديم، والبعض الآخر يرى أنه لابد من إنشاء دستور جديد، وطرف ثالث يريد أن يفرض دستورا بالفعل هو في تصوره هو الحل الأمثل أو الدستور الأمثل لتسيير أمور البلاد في المرحلة القادمة دون أن يعرض هذا على كافة الأطياف والأطراف السورية.
إذن نحن أمام مشهد ملتبس، ده في المقام الأول. في المقام الثاني يبدو أن المبعوث الأممي لم يعد جيدا لهذه الجولة من المحادثات حول الدستور بشكل جيد، لم يتم التوافق، لم يتم رأب الصدع أو بمعنى أصح معالجة عدم وجود ثقة بين الأطياف السورية على الأرض، وهذا واضح تماما من الطروحات التي سبق وأن عرضتها الثلاث. نعم، يعني ربما هذه معضلة بالفعل كبيرة، وهو وجود انقسامات في المعارضة بحد ذاتها، وهي أحد تشكيلات اللجنة الدستورية التي بدأت عملها. كيف من الممكن رأب صدع هذه الاختلافات داخل المعارضة أو الانقسامات؟ والله لو في انقسام بيبقى سهل ان يتم التوافق حوالين الرؤى، لان الانقسام معناه ان انت على رأي وانا على رأي وانا متمسك برأيي. اذا مع تدخل طرف ثالث مثل المبعوث الاممي هتتقدمي خطوة للامام وانا هتقدم خطوة للامام وهنصل عند نقطة يتم الاتفاق عليها، ولكن ما يحدث على الارض عكس ذلك تماما. هناك اطراف تحاول ان تفرض دستورا على باقي الاطراف، ده واحد. اثنين، هناك طرف آخر وهي المعارضة التي ليس بينها وبين بعضها أي من التفاهم، تحاول أن تطلب أو تطالب بدستور جديد للبلاد، وطرف ثالث يطالب بترقيع الدستور القديم أو بمعنى أصح تنقيحه وإعادة طرحه. هذا الطرف هو الحكومة السورية. نعم. وكل هذه المعالجات ينقصها الثقة بين الأطراف في المقام الأول، التفاهم، الالتقاء عند نقطة واحدة، حتى أنهم لم يصلوا إلى اتفاق حول ضرورة إنهاء حالة العدوان على الأراضي السورية ووحدة وسلامة الأراضي السورية وسيادة سوريا على الأرض أو سيادة الدولة على الأرض. هم لم يتوصلوا على هذا ولم يتفقوا على هذا. نعم. طيب في هذه النقطة إذن يعني كما إذن قال بدرسن، سمحت لي في هذه النقطة عصام، يعني بدرسن قال أن الحل لن ينجح في سوريا إلا عن طريق خروج أي تدخلات إقليمية أو دولية من الأراضي السورية. هل هذا من الممكن على أرض الواقع أن يحدث، خاصة أن ربما كما يقول البعض كل طرف من أطراف اللجنة الدستورية هو مرتبط بالفعل ب يعني غايات دولية أخرى؟ باترسون يهمه أن يتحقق أي ثمة نجاح تحدث على الأرض، يعني يكون هناك حلحلة للأوضاع أو تحرك يظهر أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بأن هناك تحرك أممي على الأرض، ولكن الواقع يقول عكس ذلك. الواقع يقول بأن الأمم المتحدة تشرعن للاحتلال التركي على الأراضي السورية وتشرعن الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية. إذا نحن بصدد استنساخ جديد للقضية الفلسطينية على الأراضي السورية، بننقل المشهد الفلسطيني في سوريا، وده في حد ذاته يعتبر جريمة من المنظمة الأممية. يتعين أن ستمضي الأيام المحددة للدستور وسيخرج الدستور وفقا لرؤى كل من الأطراف وسيتم التوافق، ولكن هل سيستمر هذا الدستور حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة 2020 والانتخابات الرئاسية 2021؟ هذا هو السؤال الذي يتعين الإجابة عليه. هل لديك رد على هذا السؤال سيد عصام؟ إذا كان أنا اللي بطرح السؤال، أنا اللي بطرح السؤال على الأمم المتحدة التي تسعى إلى ضرورة في يعني استعجال عملية خروج دستور لحل الأزمة السورية. هل سيصمد هذا الدستور لإجراء انتخابات برلمانية تحت إشراف أممي وإشراف قضائي بحيادية وعدم تدخل وعدم استخدام المال والسلطات وتدخل الأطراف الدولية لتشكيل البرلمان 2020 والانتخابات الرئاسية 2021؟
أنا لا أظن. طيب ما هي السيناريوهات المطروحة الآن سيد عصام؟ المفروض أن يعني كافة الأطراف أو اللجنة المشكلة لصياغة الدستور أن تتفق على المبادئ الأساسية، وهي ماذا يتم بشأن اللاجئين، الناس اللي خرجت والناس اللي نزحت والمحتجزين والمعتقلين، ماذا بشأن هؤلاء؟ هل سيتم معالجة هذا قبل أم بعد؟ يعني هيتم المعالجة والعودة أم بعد صياغة الدستور؟ أو الدستور هو اللي هينص ويشرع عن معالجة هذه المسألة؟ اثنين، إنهاء حالة الحرب والاعتداء على الأراضي السورية، ونحن اليوم نجد أن تركيا بتبجح شديد والولايات المتحدة الأمريكية بصلف تؤكد بأن وروسيا تؤكد بأن سيتم تسيير دوريات روسية تركية على الأراضي السورية في الشمال بعمق 7 كيلومترات. كيف يتوازن هذا مع أداء اللجنة التي يتعين أن تؤكد وتسير أعمال دستور يحمي الأراضي السورية في المقام الأول، يحفظ هيبة الدولة، يحفظ حق وحماية المواطن، وأيضا وحدة وسلامة وأمن الأراضي السورية؟ سأعود إليك مرة أخرى سيد عصام، ولكن إذا سمحت لي أن نلقي مزيد من الضوء عن مهام تلك اللجنة التي وضعت لتشكيل أو لصياغة إذا صح القول الدستور. تنعقد أعمال اللجنة الدستورية السورية اليوم في جنيف، ما مهام تلك اللجنة؟ دور الأمم المتحدة نعرفه بالتفصيل مع حضراتكم في هذا العرض. ضيفي مرة أخرى في استوديو إكسترا نيوز سيد عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شاهدنا هذا الجراف سيد عصام، يعني هو يتحدث عن مهام اللجنة الدستورية، وكما هو واضح هو معني فقط بصياغة الدستور وكل ربما المحاور التي تتعلق فقط بالدستور. هل هذا كان صحيح أو كان الأولى به أيضا الضلوع إلى الصراع السوري على الأراضي السورية، كون أن هناك أطياف مختلفة تجمعت لأول مرة وجه لوجه على طاولة حوار؟ شوفي، من ضمن العرض اللي احنا قدمناه لمهام اللجنة مناقشة الدستور 2012
أو دستور جديد. صحيح. مش فرض طرف بقوة السلاح دستور على كافة الأطراف التانية. ده نمرة واحد. ما يحدث على الأرض واحد جاي جايب دستور عمله بقاله 6 شهور ويقول يا جماعة أدي الدستور أهو دون عرضي أو مناقشتي مع كافة الأطراف والأطياف المشاركة في اللجنة. ده واحد. اتنين، إحنا لما بنتكلم وبنقول إن نوايا الأطراف الدولية الفاعلة على الأرض في سوريا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا وإسرائيل وإيران، كل هذه فاعلة على الأرض. ماذا بشأن هذه الأمم المتحدة؟ هنا نحن نتحدث عن دور الأمم المتحدة. ماذا بشأن هذه العناصر وحالة الاعتداء الحديثة وهي دخلت يومها 21 النهاردة؟ اليوم تدخل الاعتداءات التركية على الأراضي السورية العربية اليوم 21 دون تحرك من القوى العربية أو القوى الدولية. يعني إيه؟ طيب في سياق الأمم المتحدة بتشرعن هذا الاحتلال؟ نعم، في هذه النقطة تحديدا، يعني أيضا فيما يتعلق بالعدوان التركي على الأراضي السورية، تركيا بحد ذاتها كيف تنظر إلى أعمال هذه اللجنة؟ أو بداية ربما خطوة الحل السياسي على الأراضي السورية؟ من مصلحة تركيا أنها تؤثر على بعض العناصر المتواجدة في اللجنة لصالح مد حبال الوضع الحالي، لأنها مستفيدة من الوضع ده. هي مستفيدة، الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة، روسيا مستفيدة، كل إيران مستفيدة، كل الأطراف الفاعلة على الأرض مستفيدة من الوضع الحالي. المتضرر الوحيد هو المواطن السوري. مش المواطن السوري بس، بل هي 3 أطراف أو 4 أطراف بالأحرى من الأطراف السورية. الأول الذين نزحوا وهاجروا قسرا هربا من حالة الحرب، لابد أن يتم إدراكهم في الدستور. الناس دي هترجع، وهترجع إزاي، والتسوية بتاعتهم هتكون إيه، وحالتهم بعد عودتهم هتكون إزاي، المعالجة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، العناصر المحتجزة اللي مش معروف مصيرها، هل هي على قيد الحياة أم ماتت، أم أن الأطراف الداعشية والأطراف المسلحة الفاعلة على الأرض احتجزتها، قضت عليها، قتلتها، صفتها، قامت بتمثيل جثثها. دي اتنين. ثلاثة، المرأة السورية حتى الآن، يعني أنا مش عايز أقول لك، نسق كبير جدا من المرأة السورية لم يتم تناول لا في الدستور اللي تم تعديله ولا في الدستور اللي بتحاول بعض الأطراف إنها تفرضه. لم تتناول دور المرأة والمعالجات لقضايا المرأة على الأراضي السورية. العناصر الداعشية أو العناصر المسلحة التي رفعت السلاح ضد الدولة لم يتم أيضا تناولها، بل بالعكس الدستور اللي بيحاول يفرضه بعض العناصر تجاهل تماما هذه الحالات الأربع ولم يتناولها بشيء. نعم. من قريب أو من بعيد. هو الدستور ده بينظم إيه؟ نعم. ده هو ده الكتاب أو الميثاق اللي بينظم الدولة وبينظم حياة، وبعد كده القوانين بتفسر. صحيح. وبعد كده اللوائح بتفسر القوانين علشان خاطر صالح المواطن على الأرض. نعم. طيب سيد عصام، فيما يتعلق بالمحتجزين تحديدا، يعني استمعنا إلى كلمات الثلاث متحدثين سواء كان جار بدرسن أو أحمد الكسبري أو هادي البحرة، ربما كانت كلمة رئيس وفد الحكومة السورية والمبعوث الأممي إلى سوريا تقتصر على أن يجب أن يتم إنهاء الدستور في أسرع وقت ممكن، وأنه خطوة الأولى للحل الأزمة السورية، وأيضا عدم تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن السوري. ولكن عندما تحدثنا عن كلمة هادي البحرة، ربما هو تحدث أيضا في نقطة مختلفة بعض الشيء لم تذكر على لسان المتحدثين الآخرين، وهو قضية المعتقلين، وقال بطريقة واضحة قضية المعتقلين من أهم القضايا التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن. تعليقك. ليس المعتقلين فقط بل المهاجرين قصرا. أنا أقتبس ما قاله هذه البحر. نعم ماشي، احنا
احنا دلوقتي بنحلل علشان خاطر نتناول كافة القضايا المتعلقة بالأزمة، مش اللي بيتناولوا ده أو بيتجاهلوا ده، لأن من مصلحة سين أو صاد إنه هو يتجاهل ما يمسه من عيوب أو ما يدينه في المرحلة القادمة. لأن خلي بالك الدستور دون هيدين ناس وهيقدم ناس المحاكمات، يعني المسألة مش مسألة إن دستور يوضع لحل طبعا الأزمة في يومين ثلاثة وخلاص على كده، لا، ده هيترتب عليه بعد كده المطالبات بالدم، المطالبات بالحقوق، المطالبات بالغائبين والمهاجرين قسرا، وحق الأرض وحق والتعويض المالي، لأن في ناس خسرت أموالها وخسرت ممتلكاتها وخسرت يعني كل حياتها تقريبا، وفي أسر شردت، وفي أطفال يتمت، وفي أطفال فقدت، يعني مش عايز أقول بسبب استخدام المواد المحرمة والأسلحة المحرمة دوليا، فقدت كثير من آدميتها. كل الدستور لما يوضع هيتم فيه حماية الدولة، حماية المجتمع السوري، والحفاظ على الأراضي السورية، وحدة وسلامة الأراضي السورية والأمن السوري. إذن لا يتعين أن يتجاهل كل من الأطراف ما هو سبة في جبينه أو ما يدينه في المستقبل. كونك أيضا يعني ملم بالشأن السوري سيد عصام، كيف سيتم تناول هذه النقطة، نقطة المعتقلين، سواء كان من جانب المعارضة، وكيف سيتم تناولها من جانب وفد الحكومة السورية؟ سيتم تناولها ببند من البنود بشكل مقتضب، لا يتم من خلاله إدانة أي من الأطراف في المرحلة القادمة، وقد لا يتم أيضا المطالبة علشان المسائل تمشي، مش هيتم المطالبة بمحاسبة المتسببين في أعمال القتل وأعمال التشريد وأعمال الإجرامية التي تسببت في هذا. ولكن المطلوب في الوقت الحالي لملمة الشمل السوري تحت مظلة، المظلة دي اسمها الدستور السوري. الدستور السوري ده لما هيتعمل هيحمي بعد كده الأراضي السورية، وهيحدد مسألة الانتخابات. ولكن لا ينبغي لباترسون أن يمر مرور الكرام على بهذه المناسبة على العدوان التركي على الأراضي، وما يحدث من إعلان بشكل فج من جانب روسيا وتركيا بأنه سيتم تمرير دوريات بشكل يومي مزدوجة بين الجانب الروسي والجانب التركي في منطقة ما بعمق 7.5 كيلومترات. هذا في حد ذاته جريمة تحت عين الأمم المتحدة، مش تحت عين الأمم المتحدة بس، ده تحت عين الأمم المتحدة والمجتمع العربي والعالم أجمع. صحيح. دون ولا يتعين أن تمر مرور الكرام أمام الأمم المتحدة، أو عشان قطر إحنا بنتكلم عن موضوع الدستور يبقى خلاص نحصر مسألة في الحديث عن الدستور فقط. لا، هناك أمانة تقتضي بأن نتحدث عن هذا الجرم الدولي الذي تقترفه المنظمة الأممية بشأن إنشاء الدستور السوري للمرحلة القادمة. خلاص ما دام المساله عايزين يمرروها كان يمرروا دستور 2012 وتمشي المساله لحد ما تتم الانتخابات، والانتخابات البرلمانيه وبعدها الانتخابات الرئاسيه. ولكن احنا بصدد انشاء مظله دستوريه للدوله السوريه تحميها، المفروض بتوافق من القوى الوطنية. صحيح. الحكومة والمعارضة والمجتمع السوري بمختلف أطيافه وشرائحه. أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت ضيفي في هذه الفقرة سيد عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدين، في نهاية هذه الفقرة نستعرض مع حضراتكم أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الإخبارية حول اجتماع اللجنة الدستورية السورية، نتابعه.